اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في جولتي الصحفيه نقدمها لكم من قناتكم شوف تي في. نستهل جولتي الصحفيه من يوم الصباح والتي عنونت في الصفحه الاولى تقرير اسود عن وزاره الشباب، وفي تفاصيل الخبر كتبت اليوميه ان اللعنات تلاحق وزاره الشباب والرياضه منذ عقود، توجت اخيرا بنكسات جل الرياضات، اذ لا يحصل المغرب على اي تتويج دولي يحفظ ماء وجهه رغم انفاق الملايير من الدراهم على مختلف انواع الرياضات. فقد تفاصيل تقرؤونها بيوم الصباح. الحموشي يعفي الجعيدي مدير أمن القصور الملكية، عنوان اخترناه لكم اليوم في أخبار اليوم. وفي تفاصيل الخبر كتب صاحب المقال: أجرى المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي جملة من التغييرات في المسؤوليات بعدد من المواقع المهمة، كان أبرزها إعفاء عزيز الجعيدي مدير أمن القصور وتعيين مدير جديد لأمن القصور الملكية إبراهيم نظام الذي يشتغل في الجهاز نفسه. فقد تفاصيل تجدونها في يومية أخبار اليوم. ونختم بيومية المساء التي عنونت الصفحة الأولى: خطير، وزارة الفلاحة تسمح باستيراد الدواجن من فرنسا رغم انتشار إنفلونزا الطيور. وفي تفاصيل هذا الخبر، في الوقت الذي اتخذت فيه السلطات الصحية الفرنسية تدابير وقائية مشددة من أجل منع انتشار مرض إنفلونزا الطيور الذي ظهر جنوب غرب البلاد، وفي خطوة غير مفهومة سمحت وزارة الفلاحة المغربية من خلال مكتب السلامة الصحية باستيراد الدواجن الحية من فرنسا التي تشهد توسعا في رقعة المرض بالمنطقة التي ظهر بها. باقي التفاصيل تجدونها بيوم المساء. إلى هنا نأتي مشاهدينا لنهاية جولتنا الصحفية، إلى اللقاء.